طيب الناس اللي بتعاني من مشكلة نقص عدد الحيوانات، نقص كمية السائل، نقص الهرمون تستوستيرون، نقص الرغبة، النهاردة هقول لكم على 2 من العناصر المهمين جدا اللي بيساهموا بشكل كبير في زيادة هرمون الذكورة أو هرمون تستوستيرون، وده بالدراسات والأدلة، وهوريكم الدراسات في الفيديو ده، إنه الزنك والسيلينيوم، منتج السيلينيوم ده تمام أهو أهو، ومنتج الزنك أهو أهو، الاثنين دول يا جماعة العنصرين دول بيساهموا بشكل كبير في زيادة هرمون التستوستيرون. ولو زاد عندك هرمون التستوستيرون اعرف ان قدرتك هتزيد، قوتك هتزيد، ادائك هيزيد مع زوجتك طبعا، وعدد الحيوانات بيزيد. طيب نجيبهم منين يا دكتور؟ موجودين دلوقتي على الموقع الالكتروني لصيدلات طفل المسيح الطبية، تقدروا تطلبوه دلوقتي وتاخدوا خصم 10% لو استخدمتوا الكود اللي هيظهر لكم ESF10. شكرا.